السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفسير حلم رؤية البصل في المنام بالتفصيل ان شاء الله. البداية فضلا منكم وليس امر، دعم القناة بلا يكون اشتراك علشان دايما مستمرين مع بعض في تفسير الاحلام. يفسر العلماء رؤية أو حلم رؤية البصل في المنام على أنه رزق مع تعب وعناء، يعني في رزق لكن قليل. هذا الرزق يأتي بتعب وعناء، يعني مش رزق وفير بدون تعب، لا، رزق مع تعب وعناء، رزق قليل. ويفسر رؤية البصل الأخضر في المنام على إنه استعجال للرزق ونفاذ للصبر، يعني اللي بتشوف أو بتشوف بصل أخضر في المنام يعني الصبر عندها أو عنده ينفذ، واستعجال للرزق، رزقه قليل فبيستعجل، صبره قليل فبينفذ. من الرؤى الغير محمودة رؤية البصل عموما في المنام. البصل رؤية، تفسير رؤية البصل الأصفر في المنام أو الأبيض في المنام دلالة على المتاعب والمشاكل الزوجية والهموم، خصوصا إذا رؤية يعني رأينا البصل بنقشره في المنام دلالة على المتاعب والهموم والمشاكل الزوجية اللي بتقابل صاحب الرؤية التي يرى فيها البصل الأبيض أو الأصفر في المنام. دلالة ذلك على أن في هذا البيت متاعب كثيرة تواجه هذا الرؤي. صرف الله عنا وعنكم جميع المتاعب والهموم يا رب العالمين. رؤية زراعة البصل في المنام تكون على حسب حالة الرؤي النفسية والدينية والمعيشية. إذا كان تقي في حالة دينية جيدة، إنسان صالح، بيكون الرزق وفير بإذن الله تعالى وعلى خير. أما إذا كان الإنسان بعيد عن رب العالمين، مقصر في واجباته الحياتية في أمور دينه، بيكون الأمر عكس ذلك تماما، بيكون الرزق قليل جدا وبتعب وبمجهود. لخصت تفسير رؤية البصل على قدر الإمكان، لكن رؤية البصل والثوم من الرؤى الغير جيدة عموماً.